من الناس اللي عنده سوابق وعنده لا 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 مشاكل. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي بغال اسمح لي شنو انا لا اتكلم لي تو الروس لا ماشي تكلم بالزرع اخضر وتو دول انا سكت لي دول انا سكت لي بالزرع عينك فيا طق وفيا الجبنه انا صافي قاع لا السكر هذا الحلو بالمونه قلت لي اشترى ما شاء الله اول فيت قلت شنو كذب شرحين شباب تفضل واصل تفضل قول لي قلت كذب شنو تفضل واصل كيف وصل لا شو وقفت عليك شو وقفت عليك والله ما توقف عليا لا تحلف شو والله ما توقف عليا شو حالي حالي اسمع الدو لا اله الا الله اخونا احنا كنا فاش احنا كنا بالنسبه للتلميذي تلميذي الخياط للورشه جينا ما اعرفش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج مهن شريفة بارك معنا راجل هنا تيها يشتغل في محلات الخياطة يعني نتكلم معاه هنا عرفوا معاه للمهنة السلام عليكم وعليكم السلام بارك عرفنا باسمك لسه محمد من حمادة والسويدي وخيرت انت من اين انت تشتغل في مجال الخياطة 1992 الله يعمل عمرك في قدام ان شاء الله ان شاء الله شو ما يصير العمل العمل جيد الناس اللي اختاروا عود يعدلوه شنو الطريقة اللي يقدروا يدخلوا بها؟ زين متعلمين والله الناس اللي الناس اللي بالك جديدة ما يعرف قاعد زين الطريقة زين متعلمين طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لسه محمد كخياط من 1992 في هذا المجال تلاميذ عندنا ما شاء الله تلاميذ في مجال الخياطة كمثال نعطيك مثال على دراعة ذي هاي الدراعة عايش فيه تقريبا خمس رجال كان اخو التالي خمسة رجال مثلا هذه لا هي اول شيء يبدا فيها الفصال لا يفصلها ميكانيكيا لا يجي القراد اللي يقري براون فور يكلي دراعه ميكانيكيا ذوك اثنين لا يجي خياط دامه ويخيطها ب 1500 ذوك ثلاثه لا يجي القلاق ويقلق الدراعه ب 1500 دوك اربعه هاي لا دراعه واحد راهي ما فيها ترك ولا سروال لا دراعه واحد لا يجي قال له البصاي للي باصي بالفير انت في الدراعه كامله تنزع وتنطرح على الدراعه جاهزه للبس لا يجي البصاي وباصيها 200 معناه ان الدراعه الموريتانيه عايشين فيها خمسه اشخاص هل تقريبا تلميذي كم يعطي؟ طبعا التلاميذ ما هم واحد القطاع اللي تكلموا عنه رواد خياطكم تنظموا مبدئيا السابق تكلموا عنه انتم ولا اللي جبرت الحامل على الدوله وانتم تشوفوا تعالوا شوف هذا ما هو مبرر اسمح لنا شوي اسمح شوي احنا عندنا برامج تصور اسمح لنا شوي برضه خياط عندهم هم ياسر من المشاكل ما هو ولا يقولها وعندهم نقابه تكلم انت ما تعرف هذا ما رضوا في النقابه لا يجي يتكلم لكم باسم الخياطه ثاني مالك خياطة مهنة من لا مهنة لو يخش فيها ياسر من الناس اللي عنده سوابق وعنده مشاكل عنده سوابق أنا أعرفه أنا رئيس النقابة أنا أعرفه وليد كنت رئيس النقابة منه أنت النقابة قاع ما عليك تتكلم بس ما أنت مالك هو أنا تكلمت عن النقابة قاع أنا تكلمت عن النقابة أنت قلت لنا النقابات أنا مصلح اسمح لي اسمح لي اسمح لي بغال اسمح لي أنا قاعد أتكلم لي تو تكلم لك ما تقدر تتكلم باسم مادة كبيرة شوف ترى كلامي هنا اعطى كلامي قول يا قريب فهم يا القريب انا قاعد ما ندور نتكلم انا ندور هذا الشخص ماكله يتحامل على الدولة من اجل الخياطة هو ترى يتحامل على الدولة هو من روسه لا ماشي يتكلم بالزرع اخضر وتو الدولة ايش قلت لها؟ الدولة ايش قلت لها؟ بالزرع اخضر يعني ارجع هذه الكلمة هذه ما هي مقبولة هو راني ساحب انت تتكلم شو راني لماذا؟ انت ما قلت لماذا؟ تنازلت عنهم اللي تنازل عنهم راني متنازل عنهم اول ما ايوه انت انت جاني انا هون ليش؟ قلت له انت ما توجهت لك كلمه خاسره ما يعطيك توجهات رايناك فيها ضغط وفي الجبنه انا صبيه قاعد لا السكر هذا الحلو بالمونه قلت لي اشترى ما شاء الله كو زينه ايوه تو كاهل وبارد ما كيف نلحن بوي انا خياط صور تركيا شو سلوك ابوي انا ولا تقول ولا تقول لي انت مو انت رئيس النقابه راك تعرف انت وين معايا شرب وتيجي يا حنين يا حنين هاي معايا شرب وتيجي قعدت لك وقت تقعد تعود علي انا قاعد قال ايه انا قاعد كذب قال هاي معايا شرب وتيجي نفتح لك حاله لا ما هو ليه ما هو نفتح لك حاله والعماني حاله والقاعدين هاي جاي معايا انت وارك بلغنا ما تخلص الضريبه انت بأياد وطنية وجودة أوروبية أمريكية نايس كولا المشروب المحلي ذو المعايير العالمية فريق متمرس ذو خبرة عالية أحدث الأجهزة المتطورة في المجال
مختبر بأرقى وأدق المعدات، نكهات مختلفة لكل الأذواق. نايس كولا، نايس ليمون، نايس أناناس، نايس فيم توب، نايس إنرجي. نايس كولا، ذوق ومذاق. تبغي تجبر كورس عجلان مريح وسيارة تجيب بالعجلة؟ أراعي لك شركة أندي تروكات، رقمها بسيط جدا، لا تصل على أندي تروكات والله اتصل على ديمي الفنتيا ديمي الفنتيا. الفيت قلت شنو كذب؟ شرحين شوي. تفضل واصل. تفضل قول لي قلت كذب شنو؟ تفضل واصل. تفضل. وخرج من الناس تقبر ما شفنا ما عندك فيش. أنا ما حد مكذبني واجا ورشت شوف سوق طيبة هذه. ناش شتك بداية واجا معي. أولا أنا قد جيتها. حق النبني إلياني. شو اللي قال لك ما تكذب. إليانا محمد. تشتغل ونقص. شوف اسمع. أنا. شو وقفت عليك شو وقفت عليك. والله ما تقف علي. لا تحلف. والله ما تقف علي شو. انا كنا فاش تعرف النوع تعرف شنو دور قاعد تخسر عليها افكار ياك ما يقول شيء يا شوف راك انا اللي نقول نعرفه دارسه راك صا شوف انتم تروحوا اذنيكم انتم اللي قلتوكم تعرفوا المجال تكلمنا على رجاش جاي بادئ مرحله التلميذ رجاش اللي جاي يتعلم الخياطه لا مرحله التلميذ إيه هو بعد قاع حاله اللي تتكلم عنه هو اللي يخلص وشنو الطريقه اللي يتعامل بها مع الخياط بالنسبة للتلميذي تكلم فوق خلوا راجل يتكلم خلوا الناس يسلموا ويتكلم فوق الناس يسمعوا لك يكذب عليك وعنده ميكروفون صوت بالنسبة للتلميذي تلميذي الخياط للورشة يجينا ما يعرفش ما يعرف الطريقة اللي يقلع بها وكوك مع تعدد ووفرة منتجات الأفرشة في السوق تبقى مفروشات البيت السعيد علامة الجودة الأولى مختلف أفرشتنا من الطراز العالي وبذوق رفيع أسعار تنافسية مناسبة مع خدمات التوصيل الآمن البيت السعيد فراش منزلك بيد أمينة جايكم الحمان ولا تحملوا التعرض للكليماتيزر بشكل مباشر اليوم جبنا لكم الحل المناسب مدوات البرج يمتازوا بالجودة ونعومة اللمس هذا يجعلهم مناسبين لكل الفئات وخاصة كبار السن والمسافرين هذه هي بمرحلة الأولى اللي يتعلم الطريقة اللي يقلع بها كوك والطريقة اللي يرد بها كوك وبالتالي يعود ناطار وشرويطة عادي يوضع لها شوي شوي لين توضع عنك تبرانيت على سرعة الماكينة باللي أكسلير رجاج ليه وطلع أكسلير أكسلير هي ما يوتر شو لا هو لا هو تناقضك ولا هو قلة صدقك مع راسك أنا ما يوتر أكسلير وضع لي أفريه خاصك تقول لي دخل ديزي سلام يا جماعة أنتم جماعة أنتم ما تقول تعدلوا مقابل عن خياط تفضل معي شر محلي يا ما هو محلك تشتغل فيه ونقص اقنع بيه راسك انا ما هو محلي ما هو هي انا ما عندي قاع سبه واحده طيب روحك انت حد انا كنت تتعلم انا قاع ما لي سبه واحده هذا القفطان هو اللي كنت تتعلم به بسيط ودار علي شنو السلوك لانه انت صدي لا شو افهم الروايه تعرفوه الراجل انا قاع ما عرفت ابوك انا فهم الروايه هذا اللي انت تعرفه ما نعرف هذا القفطان شو هذا القفطان كنت تتعلم به صعت ونقص وبسيط والله شفت وانت قلت ان الروايه ما هي انت هو انت أخبارها من أكسلير أندور نفهمك أنت لا تقولنا دخل ديزيام وبريمير ليش شنو ماكينة فيها أكسلير وفيها دينامو اسمع وهي فيها فيتاسات معنا الله ما فيها فيتاسات سمعتوني يوم قلت فيتاسات أنا كنت الأكسلير تقصش حاجة أكسلير من دون فيتاس السلام عليك أنت لا تحرق وايا وايا إذن احنا كنا نشوفه فيك هذا كان مسار الكاميرا كشش طبيعي تكردت فيك شركة كردت فيك شركة حكمت فيها شركة بعد والله يشرب هذا نومها باردة